وانا جاي النهارده لما بنتكلم في الموضوع ده زي معاكم، اقصد ان انا اسيء ليكم. هو حد هيسيء لنفسه؟ حد هيسيء لنفسه يا جماعه؟ احنا في اساءه كبيره جدا جدا انتم المفروض تتصدوا لها، الاساءه اللي هي سمعه المسلمين في العالم بغض النظر عن الاسباب. بغض يعني ما يعني حد هيقول لي لا ده في مؤامره وفي كذا وفي كذا. المؤامره موجوده على مر العصور، والتآمر موجود على مر العصور، والاختلاف والتدافع بين الناس موجود منذ خلق الله الخلق، مش كده ولا ايه؟ فلكن احنا دورنا ازاي ان احنا يعني نتصدى لهذا الامر ويطلع من هنا من مصر. ولنا الكلام اللي انا قلته ده قبل كده كتير، ازاي يطلع من مصر مسار عملي حقيقي للاسلام السمح حقيقة، ممارسات حقيقية، مش نصوص نقدر نكررها في الخطب بتاعتنا يوم الجمعة أو حتى في التلفزيون أو في المؤتمرات والمنتديات اللي بنعملها، سلوكيات حقيقية للمسلمين. يعني حد يقول لي في مصر كده كام في المية منهم ما كذبش في حياته كذبة؟ كام؟ ولا أقول كام في المية كذب في حياته كذبة؟ صحيح أنا بكلمكم الكلام ده وانا بتكلم معاكم، اوعى تكونوا متصورين ان انا بكلمه للازهر او الاوقاف او لاي حد، انا بكلمه لكل المصريين عشان بس الامور تبقى واضحه. يا ترى احنا سلوكياتنا، والكلام ده يمكن ثالث او رابع مره، سلوكياتنا بعيده خالص، سلوكياتنا بعيده خالص عن صحيح الدين، في الصدق، في الامانه، في عدم الكذب، في اتقان العمل، في احترام الاخرين والرحمة بالناس. في احنا